السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. اليوم غنوريكم واحد الطريقة سهلة ديال العجينة الكيش، كتجي زوينة وخفيفة واقتصادية وكتجي لذيذة بزاف. نبداو على بركة الله. بسم الله، ديني واحد جوج معالق كبار ديال الزبدة، دي واحد الصفر ديال البيضة، عندي هنا شويه الملحه وشويه ديال السنيده غير شويه والفرص، وعندي شويه ديال الماء. نشوفوا الا احتاجت الماء راه غنزيدو. نبداو بسم الله، غندير الفرص اللي فيه سنيده والملحه شويه. بسم الله، عندي غير شويه الجبانيه، وانتم بغيتوا المقادير دوبلوها. وغندير الزبده ونحركها مزيان، ما تعجنوهاش هاد العجينه راه ما كتبغيش تعجن، تدلكوها جمعوها غير باطراف اصابعكم صافي، غير هكا باش تجمع صافي، وحطها واحد شويه في الثلاجه ترتاح، ديك الساعه تخدموا بها. يعني كنخدموا بها بالصبع ديالنا. تيدمجينا هاد الفرص مع الزبده، ضروري نبسبسبوها بحال هكا، تسبسبس بحال هكا مزيان، داك الفرص تيدخلو تنغلفوها كاع داك الزبدة باش ما تخسر لينا لاباط. هاهي وغنزيد الصفر ديال البيضة، ما كاين ما سهل منها، وغنزيد شوية الماء غير شوية حيت فيها الزبدة، غير شوية الماء باش الكيش ديالكم يجي رطب بزاف. هاديك الزبدة ما حد كديرو لها هكا بالصباع ديالكم، راه هي راه الزبدة كتدخلها الفرن صافي كتعشم غير شوية. هاهي العجينة ديالي جمعتها، راه ما خصهاش تعشم بزاف. نتمنى الفيديو ديالي يكون واضح. هاهي عندي هادو نقطعها ونحطها هنا، بغيتو نتوما تسرحوها على الرخامه وتقطعوها وتغلو وديروهم هنا، بغيتو ديرو كويرات وتحطوهم بحال هكا، نتوما نتوما كيبقى الاختيار. الطريقه انا اللي كندير لكم ساهله، ما فيها لا مجهود لا تمره لا والو، ها نتوما درتو لي كيش بالنسبه للمبتدئات. ديروا غير هكا، ديرو ديرو مغي صغار، بعد نسرحهم نسرحهم بحال هكا، تهزوها ديرو لها بيديكم هكا بصبعكم، ها هي ساهلة بالنسبة للمبتدئات، بالنسبة للبنات اللي يلاه كيتعلمو. هاد الطريقة اللي قلت لكم سهلة، وهاد الطريقة باش تغلفو المولات بهاد العجينة ديال الكيش، ها هي بلا مجهود بلا تمارة. هانتوما حضرتو لي كيش بنان واقتصاديين، ولا ما بغيتوهم يتنفخوا هزوا واحد الكاريط ديال الكاب كيك، حطوا فيهم العدس والحمص، و
وحطوهم ودخلوهم يطيبوا باش هاد العجينه ما تنفخش لكم، ولا تقبوها ديروا فرشيطه وتقبوها. ها هي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي باش الفيديو ديالكم ما يجي طويل. نسرعهم ونتلاقاو. ها هما قديتهم، هما سالين اقتصاديين، ما فيهم لا مجهود لا تمارة لا والو. هما وانا هز واحد الفرشيطه هادي ونتقب تقبوه مزيان باش ما يتنفخوا لكم في الفران. ضروري من هاد العمليه هادي باش الكيش ديالكم ينجح معكم، ضروري تقبوهم مزيان باش ما يتنفخوش. نشعل الفران دابا، ندخلهم غير يتشمعوا غير واحد الشويه صافي ونخرجهم ونوجد معكم لاباري ديال الكيش ان شاء الله. العجينه ديال الكيش ها هي كتجي ما شاء الله، هي زوينه ورطبه. درت لها غير شمعتهم في الفران، دابا نعمرهم وغنخليهم يكملوا طيابهم ان شاء الله ويتنفخوا. داك لاباراي اللي غندير لهم تتنفخ، نخرجها من الفران. ها هما يا سلام كي دايرين، غير تبعوا الطريقه والنصائح اللي كنعطيكم على الكيش ديالكم غينجح معاكم. وعندي هنايا جوج ديال البيضات، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الربيع. نخلط مزيان هاد لاباري، هادي ساهلة ما تحتاج الكريمة، ما تحتاج بيشاميل، ما تحتاج فرماج، من غير فرماج حمر صافي. وعندي هنايا شوية ديال الطوب وشويه ديال الفرماج حمر. نهز وحيده ندير فيها غير شويه ديال الطوم، غير شويه ندير شويه الفرماج حمر، من بعد نديرو ثاني فوق باش تجي هاد الطورطه معلكه. طون ولا ديرهم بالكفته ولا ديرهم غير بالفرماج حمر و الفرماج ولا كاشير، المهم كيبقى الاختيار ديالك كل واحد غيعمرهم باللي بغا. وغنستمر بهاد الطريقة حتى يعمسالي هاد لاباط لي عندي، ونرجع معاكم إن شاء الله. ونهز هاد وحيدة ونرجع ونهز شوية من هاد الخليط ديال البيض وندير شويه هكا غير شويه. ها هي لاباري ديالي، الكيش ديالي كملتهم وعمرتهم، درت فوق منهم شويه الفرماج حمر، غندخلهم دابا للفران يتحمروا ونتلاقاو ان شاء الله.
اما خرجتهم من الفرانه هما كيجيو لذادين وهشاشين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوني بلي لايك ديالكم في التشجيعات ديالكم. اللي ما تابونا معايا في القناه مرحبا بكم يتابونا معايا، ومرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بكم. وغنقول لكم السلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.